السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حلقة جديدة من حصاد الأيام. بسط اليد للاقتتال والتنازع أمر مرفوض عند الفرقاء السياسيين الساعين إلى حلحلة الأزمات اللي أزهقت أرواح المواطنين. نشوب الدعوات للتهدئة حتى وإن كانت بعض الأطراف تستفز بتوجيه خطاباتها إلى الطرف الآخر، لكن بالنتيجة البيت السياسي اليوم والشيعي بشكل خاص يسعى إلى ضبط النفس، الالتزام بالهدوء قدر المستطاع. طبعا هاي الخطوة الكثير بل ربما الجميع رحب بها، خصوصا وأن المراقبين يوصفونها بالخطوة الحكيمة أو استراحة مفاوض لإعادة الحوارات مجددا من أجل تحقيق الاستقرار للعملية السياسية. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة مجال مغاير وملف مغاير في الحصاد لهذه الليلة، نتحدث عن مزاد العملة أو كما يصفه البعض بمغارة علي بابا، حيث الفساد، تسريب أموال العراقيين، الفارق واضح بين حجم الحوالات وبين قيمة البضائع المستوردة. طبعا هاي البوابة تبيع أرقام كبيرة من الدولارات يوميا تفوق حاجة الاقتصاد العراقي، وما يعود منها كبضائع إلا بنسب ما تتجاوز 40 أو 50 في أفضل الأحوال، الباقي يذهب للمحيط الخارجي. وين الفارق؟ وهو ما نحكي هنا عن دنانير أو مليون دينار، هاي مليارات لم تجد من ينقذها من الضياع سوى الحراك الخجول والفرد من أعضاء مجلس النواب اللي تشير تصريحاتهم لحقائق مخيفة عن الحال السيء. طبعا هاي النافذة أصبحت عائق كبير أمام تحرر الاقتصاد العراقي بعد أن أوغل الفساد فيها، فما هو مستنزف في الخزينة العامة يقرب من 4 تريليون دينار. مشاهدينا الأحبة ملفاتنا لهذه الليلة في حصاد الأيام راح نناقشها تباعا، ويضيفنا الكرام بالإضافة إلى التطورات الأخيرة، تتفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. دعوات التهدئة على لسان الحاج هادي العامري وبقية القادة السياسيين بصورة عامة من داخل البيت الشيعي كانت محل ترحيب واضح على العكس المعتاد. اليوم الهدوء يعلو صوت الرصاص والفتنة في المراقبين يلوحون بانفراجة قريبة وتكاتف بين أصحاب القرار السياسي، بالتالي وحدة الرأي من أجل مصلحة الشعب لازم أن تتحقق. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة، لكن بعد أن نتابع تقرير زميلتنا نهى الشمري. أسف يطفو على الساحة السياسية لما جيء من خلافات ونزاعات بين الفرقاء كانت نتيجتها اعتصامات مستمرة ولم تطفأ فتيلها إلا بدعوات التهدئة من جميع الأطراف. فبعدما جاء من بيانات لحفظ أرواح المواطنين تواترت الخطابات بقسم ظهر الفتنة التي أشعلت والتوجه إلى صمت إعلامي وسياسي. هذا ما دعا إليه رئيس تحالف الفتح هادي العامري. فالصمت السياسي والإعلامي بعدما وضعت الحرب أوزارها التي أريد بها اشتعال الفتنة وتأجيجها، حل الصمت بعدها كانعطافة جديدة على الساحة السياسية تحمل بين طروقاتها السلم والتهدئة لتكن بداية جديدة لمرحلة الحوارات والدعوات المقبلة. فبحسب المراقبين أن الوقت الحالي هو ما يسمى بالوقت الذهبي لاستثماره بالتفكير والتخطيط لمستقبل العملية السياسية بروية وهدوء. فاستئناف الحوارات صار أقرب إلى التنفيذ بعد موجة الإرباك تلك. أما المراقبون يرون بعد انجلاء سحب الصراع تشرق شمس التفاهم، لكن لا يستبشر بهذه الانفراجة كثيراً، إذ لا بد من تقارب الآراء اليوم وتخطي العراقيل التي تضعها الأطراف الأخرى. فالعامري يدعو لتهدئة الاحتقان والخزعلية تغاضى عن الاتهامات التي توجه إليه، ويدعو المواطنين والفرقاء السياسيين بالتزام الهدوء والصمت حيال الاستفزازات التي توجه من الآخرين، وسط ترحيب كبير من قبل المتابعين بخطوات التهدئة التي تنطلق لحلحلة الصراعات المشتعلة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف، أرحب بضيفي الكريمة سيد زهير الشلبي عضو ائتلاف دولة القانون. حياك الله سيد زهير. أستاذ زهير، نتحدث اليوم عن دعوات التهدئة التي صدرت من قادة سياسيين، من قادة الإطار التنسيقي السيد العامري، الشيخ الخزعلي، وكذلك السيد المالكي أيد وعضد الدعوات التي ذهبت إلى التهدئة. كيف تنظر حاجتنا إلى تهدئة الموقف السياسي من جهة المحافظة على السلم الأهلي، ومن جهة راح نتوجه إلى زيارة 40؟ نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياكم الله. طبعا هو الموضوع بعد خطاب أو بيان السيد مقتدى الصدر وإعلان اعتزاله عن العمل السياسي، أيضا من ضمن الاعتزال الشرعي كما قال، وتعرفون كان متأثرا كثيرا بموضوع ما حصل، وحتى يعني قال من 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 ما حصل من 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 انتهاكات للمظاهرات السلمية أنه القاتل والمقتول في النار. يعني ما كان راضي على كل اللي حصل. وتتذكرون جميعا أنه نهاية البيان حتى أسئلة سياسية ما قبل يجاوب عليها من قبل تماما الصحفيين أو المراسلين الموجودين الذي صوروا هذا البيان. ولكن يعني الجماعة ما قالوا شيء، يعني بياناتي ما بي، يعني أنا أريد أفهم، خلي أحد يفهمنا ما هي الاستفزازات اللي حصلت من قبل زعماء الإطار التنسيقي على الأقل. يعني ما هي الاستفزازات في موضوع البيانات؟ كلها بيانات واقعية ووطنية وباتجاه الصحيح والسلم الأهلي وكذلك القانون والدستور، كلها تدعي إلى هذا الموضوع. ولكن أنا أريد أفهم، يعني الآن أريد أنقل يعني توصية إلى كل السياسيين وإلى كل من صدر للإعلام والسوشيال ميديا أن لا يأخذ بهذه التغريدات التي لن تكتب بيد السيد مقتدى الصدر، يعني أو بختم من السيد مقتدى الصدر، لأنه يعني السيد مقتدى حسب ما علمنا غلق كل المكاتب السياسية والإعلامية. نعم. فهذه التغريدات المستفزة من قبل وزير القائد إلى قادة الإطار إلى بعض قادة الإطار، نعم، المفروض ما يأخذوها بنظر الاعتبار ويحافظون على الهدوء ويتجهون بالاتجاه الصحيح والالتزام، وأيضا مفاتحة أيضا باتجاه الحوار والتهدية. واليوم موقف السيد قيس الخزعلي الشيخ قيس موقف وطني يشكر عليه، أيضا أغلق المكاتب وكانت رسالته رسالة تهدية ورسالة جيدة، وكذلك السيد عمار وكذلك كل قادة الإطار الموجودين كانوا يتحدثون عن التهدية وعن عن الحوار وعن التواصل، لأنه هذا الموضوع اللي حصل هو اقتتال أهلي، يعني الكل ترفضه وحتى السيد مقتدى رفضه، فالآن ما يحتاج إلى هذه البروكندات الإعلامية. طبعاً طيب، واجب الإعلام هسه سيد زهير تشلب، يعني إذا اسمح لي، نعم، واجب الإعلام لازم يأخذ على عاتقه لما قادة سياسيين يدعون إلى هذه التهدئة، الابتعاد عن التشنجات. ما دا أسمع مضبوط. واجب الإعلام لازم شو يكون؟ يعني حتى الانسحاب السياسي، نعم، أو الاعتزال السياسي من قبل السيد مقتدى الصدر ما لازم يرافقه، نعم، أيضاً تهدئة إعلامية وصمت إعلامي، صمت سياسي، حتى تتوجه الأنظار إلى، نعم، القيام بخدمة زائري أربعينية الإمام الحسين. نعم، وين المشكلة؟ منو اللي أثار؟ ماكو أي، يعني أنا مدى أشوف، ولكن ترى، نعم، أنت جنابك أكون إعلام المغرب والإعلام العربي وكو متضررين يعني من هذا الموضوع، كانوا رحيم باتجاه الحرب الشيعية. يعني أنت عندك قنوات مغرضة، يعني ما أريد أسمي هذه القنوات حتى لا أدخل في إشكالات. نعم. مثل ما يقول، يعني نحن نريد نهدي الوضع كما يقال، لكن أكو إعلاميين الآن معروفين دا يثورون مشاكل كثيرة وأولون الكلام. يعني أنا يوم أمس كنت على شاهد أحد القنوات، يعني دا يحكون عن نقطة والفارزة والضمة والفتحة بخطابات مسؤولي الإطار التنسيقي. هذا لا يجوز بهذه الطريقة. يعني مو، يعني انت من انتم، يعني اما ما لهم علاقه بالتيار الصدري، يعني اما يكونون تابعين الى جهات مغرضه، نعم، جهات تريد افشال العمليه السياسيه، تريد الحرب الاهليه، يعني مثل هذا مثلا انور الحمداني وغيره، يعني اكو اشياء يثيروها ما مسؤولين عنها القيادات الشيعيه الاخرى، اللي ماكو احد استفز
ولكن واحد ذهب إلى التصعيد الإعلامي، ولكن طيب. إحنا بحاجة الآن، الشعب بحاجة إلى البرلمان، أن ينعقد البرلمان، بحاجة إلى الموازنة، بحاجة إلى كثير أمور كثيرة. يعني البلد يعني ما من الممكن يعني التداول السلمي للسلطة. يعني إذا عقد البرلمان جلساته، لو نفرض البرلمان عقد الجلسات وما ينتخب رئيس الجمهورية، على الأقل يراقب الحكومة والابتزاز اللي دا يصير والهدر بالمال العام. نعم. يعني ماكو اشكال طيب. انت من تدعو للبرلمان، ليش يستفزون الاخ؟ طيب اسمح استاذ زهير ان نشرك بالحديث معنا السيد محمد الشمري النائب عن ائتلاف دوله القانون، حياك الله استاذ محمد، ضيفا كريما تنضم معي عبر الهاتف، نتحدث عن دعوات التهدئه السياسيه. انا مو محمد الشمري، انا زهير الشلبي. عفوا انتقل، اسمح لي استاذ زهير انتقل استاذ محمد الشمري النائب عن ائتلاف دوله القانون عبر الهاتف ينضم معي. سياده النائب اهلا ومرحبا بك. دعوات التهدئه ابتدات من الحاج العامري ولم تنتهي بشيء قيس الخزعلي والسيد المالكي، وكلهم دعوا الى التهدئه وعدم التشنج، وايضا هنالك نظره استشرافيه تفويت الفرصه على المتربصين بأن يحدثوا بعض التأزيم، من يريد تأزيم الأمور، ودعوهم إلى تفويت الفرصة عليهم. كيف تنظر إلى هذه الدعوات، الصمت الإعلامي والصمت السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام حياكم الله ومتابعيكم ومشاهديكم. الحقيقة اليوم اللي يريد يبني بلد ويعمل بلد يجب أن يأخذ الأمور بعين العقل والوجوه، وأن يبني ويعتمد على أساس المنطق والعقل. نعم. اليوم القضية لها حل. الحل ما لا يكون عبر آليات دستورية قانونية تبدأ بخطوات من البرلمان، عقد جلسات البرلمان، اختيار رئيس جمهورية أو لأغراض رقابية عامة شتى. لكن عفوا اكو مشكلة بالصوت. نسمعك نسمعك. صوتي ديجا علي كلش قوي. نعم. نسمعك بشكل واضح. نعم. فهذا الموضوع يعني موضوع عقد جلسة وعقد برلمان وتشكيل حكومة الآن أصبح بمتناول اليد. فاليوم أنا أعتقد يجب أن نسير باتجاه تشكيل الحكومة من خلال هدوء الشارع والتزامه بالأمور القانونية والدستورية. طيب. خاصة أنه المحكمة الاتحادية حين الإقرار بنتائج الانتخابات، مثل ما تعرفون أنه كان في البداية اعتراض من الإطار على نتائج الانتخابات. هذا الاعتراض توجه المحكمة الاتحادية القرار راقت نتائج الانتخابات، لكن ألزمت البرلمان بوجوب تشريع قانون جديد والمصادقة على قانون جديد يتم الاعتماد فيه على الفرز اليدوي بالإضافة إلى الفرز الإلكتروني. طيب. اثنين، التبديل أو تغيير المواضيع الأولية للانتخابات. هذا كل شيء يتطلب، هذه قرارات إجرامية طبعا تتطلب أن يعني هذه المطالب. سيادة النائب أستاذ محمد إذا اسمح لي، هذه المطالب بحاجة إلى حوار وتفاوض وتفاهم بين الإطار والتيار حتى قد نصل إلى هذه المسالك، ولكن اليوم دعوات التهدئة، ويبدو أن الصمت الإعلامي والصمت السياسي هو من يجب أن يكون في هذه المرحلة. نتحدث أيضا عن يعني بايدن عندما يشكر القائد العام للقوات المسلحة سيد الكاظمي على موقفه في حل هذه الأزمة وعدم ما أعرف تدخله في الشأن العراقي أو ما أعرف شو نسميه. يعني السيد رئيس الوزراء كان متفرج بامتياز، أنا أتوقع يعني هذا موقف المتفرج كان. أعتقد هذا طور الآن ويجب أن يحاسب عليه، لكن ما يحاسب، يحاسب البرلمان اللي بدأ يقدر يعقد جلسة احتلال. طيب البرلمان لم يكلف السيد الكاظمي، يعني حكومه تصريف الاعمال من قبل من تحاسب؟ سيدي اليوم المفروض البرلمان ينعقد اختيار رئيس الجمهوريه ومن ثم تكليف رئيس الجمهوريه بالكتله الاكبر بتشكيل الحكومه.
تكون حكومة كاملة الصلاحيات تستطيع البت في كل الأمور. هذا المفروض اليوم المطلوب، هذا المطلوب، هذا اللي يأمن الشارع من حيث جميع الوجوه، جميع القرية، جميع الاتجاهات. يجب أن يكون هذا المسار هو الغالب وهو المسار الصحيح. يعني شوف، خلي أقول لك بس مسألة مهمة. حتى لو اليوم قررنا أن نحل البرلمان، فرضنا جئنا نريد نحل البرلمان، لنحل البرلمان، ما هي الآلية الدستورية لحل البرلمان؟ يجب أن ينعقد البرلمان، يختار رئيس مهم، يختار رئيس حكومة، من ثم الحكومة تقوم بتشريع قانون جديد للانتخابات، ومن ثم حل المفوضية واختيار مفوضية، ومن ثم البرلمان يحل نفسه. يعني حتى باتجاه حل البرلمان يجب أن يعقد البرلمان. طيب، أصبحت المسألة واضحة. يعني القضية اليوم في البلد تسير باتجاه حقيقة خاطئ. كل من يسير غير هذا الاتجاه هو خاطئ. خلينا نعكس هذا هذا المفهوم للسيد زهير الشلبي. اشكرك شكرا جزيلا سيد محمد الشمري النائب عن ائتلاف دولة القانون، حدثنا عبر الهاتف. استاذ زهير، يطرح السيد النائب محمد الشمري بانه يجب ان يكون هنالك كل شيء من السيد النائب. اعطيك الفحوه اللي تفضل بها. يؤيد التهدئه ويقول يجب ان يعقد البرلمان حتى يكون هنالك مسالك دستوريه. طيب، هسه اذا تكلمنا عن المطلوب الان من البرلمان ومن الحلول اللي تطرح، هذا تنسجم مع الصمت الاعلامي والسياسي؟ لو خلص انه نفهم صمت اعلامي وسياسي يتم تاجيل كل الحالات السياسيه والمسارات السياسيه لربما موعد تتفق عليه الاطراف الى بعد زياره الأربعين، موعد محدد ويتم فتح الموضوع السياسي مجددا. لا، وين المشكلة؟ هو أيضا قبل الاعتزال أيضا كان الإطار ده يدعو إلى عقد جلسة البرلمان، وكان هناك إذا تتذكر يعني قبل الاعتزال كان توقيع لأكثر من 180 نائب للذهاب إلى عقد جلسة البرلمان، وقدموا هذا التواقيع مالهم إلى السيد الحلبوسي حتى يأمر في تحديد موعد لعقد جلسة. ولكن حصلت هذه التطورات والدخول إلى المنطقة الخضراء، وهذا القتال الحمد لله فض على خير. صحيح نحن خسرنا شباب، ونحن ما كان يعني نقبل أن قطرة دم واحدة أن تسيل على أرض العراق من أجل مشاكل وصراعات سياسية. يعني الدفاع عن الوطن ليس بهذه الطريقة. يعني أنت أكو فرق، أنت من تنزف دم من أجل تطهير بلدك من الإرهاب من الأعداء الشكل، ومن تجي من أجل صراع سياسي تخسر دم، هذا موضوع مرفوض جملة وتفصيلا. ولكن أكو قضايا الشعب بحاجة إلى، يعني أنت ما يخالف أوكي زيارة الأربعين، لكن هناك مناطق كثيرة محتاجة إلى الموازنة. الشعب العراقي محتاج إلى الموازنة. أكو هناك هدر بالمال العام، هدر بالبنك المركزي، هدر بموضوع قانون الأمن الغذائي. مو شرط أنه تذهب إلى موضوع انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة، يجوز هذا يؤجل لحين بعد زيارة الأربعين، معك حق. لكن أما البرلماني إذا يزاول عمله لمراقبة الأموال الدولة ومراقبة سير الأموال وهي تصريف أعمال، يعني طيب. صارت هناك انتهاكات كبيرة. طيب، هذه كلها مهام سيد زهير. وزير المالية. نعم. هذه كلها مهام للبرلمان. أرحب بضيف الكريم السيد معين الكاظمي النائب عن اتحاد الفتح، حياكم الله أستاذ معين. نتحدث اليوم عن دعوات الصمت الإعلامي والسياسي حتى يكون هنالك حفاظ على السلم الأهلي، الحاج العامري، الشيخ الخزعلي، السيد المالكي. بالتالي هذه الدعوات إلى ماذا تشير؟ يعني حتى نتكلم بعقد جلسة برلمان، نتكلم بمسارات سياسية، نتكلم بحوار، لو صمت الإعلامي خلص، أنه صمت إعلامي وخلي الغرف السياسية هي اللي تأخذ مجراها بدون أن ترشح إلى الإعلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. بالحقيقة الدعوة إلى التهدئة وعدم الاستفزاز هو هذا المقصود. إذا كان حديث يعني بخصوص السياسي أو إعلامي وغيره، لابد أن يراعى فيه هذا الجانب المهم، وهذا ما دعا له الإطار التنسيقي وقياداته من خلال البيانات، وهذه البيانات تحولت حتى إلى توجيهات إلى القواعد الشعبية لعدم ممارسة دور استفزازي أو الدخول في معارك جانبية على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وهذا الموضوع يعني من شأنه تهدئة الوضع وليس الانقطاع عن الوضع السياسي وعدم متابعته أو الابتعاد عن مبادرات لحلحلة الأزمة. إلى جانب ذلك لابد أن يكون هذا الموضوع يعني من الجميع، وليس أن يبادر الإطار التنسيقي إلى التهدئة والصمت الإعلامي وعدم الاستفزاز وغيره، والطرف الآخر ما أدري بأسماء حقيقية وهمية، عراقي وصالح ويومية مثلا تغريداته صارت مستمرة يعني متعددة، ما تؤدي إلى حالة من الاستفزاز والتشنج. فالقصد أنه احتراما لأربعينية سيد الشهداء أن يكون هناك يعني اعتدال وعدم التجاوز واهتمام بإنجاح زيارة الأربعين المهمة، وإحنا ممكن باشر 5/0 يعني غمض فتح تخلص هاي الأسبوعين، والطرق كلها بمسير مليوني يصل أكثر من 20 مليون، ويعتبر هذا إنجاز يعني فعالية مهمة تمثل والولاء لأهل البيت وللحسين، توحد القلوب. برأيك الصمت الإعلامي سيادة النائب أنه يستمر إلى ما بعد الأربعين ومن ثم يكون هنالك فتحا للمسارات السياسية؟ لا الآن طبعا هذا أنا أشوف يعني قنواتنا الإعلامية مستمرة، ولكن القصد أن لا يكون هناك جدل ومعارك واتهامات وغيرها من استفزاز، هذا لا نصل له. لابد من الحوار والتفاهم وممارسة الدور المهم، وعلى الجهات الرسمية تباشر بعملها. يعني ما جرى خلال الأيام السابقة من خرق لكل القوانين والأصول وغيرها يراد لها متابعة، يعني للوضع العسكري اللي صار والتجاوزات اللي حصلت في المحافظات وأدخلت البلد في معمعة وفي قلق، والعوائل والناس المدنيين اللي هم لا بها ولا عليها. لذلك حتى دا يصير في وضع بالمجتمع وكأنما أكو جناحين دا يتنافسون والبقية يتفرجون، بس مبتلين دول المتفرجين هم مبتلين بهذا التنافس وهذا الصراع. وبالحقيقة يعني ما جرى بالمنطقة الخضراء هو من طرف واحد مع القوة الحكومية الموجودة المسؤولة عن حماية الخضراء. هذه الأمور يعني المفروض الأخوة بالتيار الصدري بالإطار التنسيقي الآخرين يتحملون مسؤولية التهدئة. اليوم شعبنا ينتظر من عندنا إنجازات. هذا الحديث حول موضوع حل البرلمان وانتخابات جديدة يجوز الجماهير مو كلش متشجعين عليه، يعني ما يهمهم هذا الموضوع، يهمهم تشكل حكومة وطنية قوية تلزم الملف الأمني وتضبط الوضع وتصادق على موازنة لعام 2023 حتى لا يصير عندهم قلق بخصوص حياتهم ومعيشتهم، وحكومة تقدم برنامج حكومي حتى لو كانت انتقالية وتهيئ الانتخابات مو ظل معطلة. لابد يدخل يروحون يوقعون على عقد سيمنز 14,000 ميجا ويعالجون الوضع، يزعل الامريكي ذاك يزعل غيره. لازم تصير انجازات تعيد الثقه، ثقه الجمهور بالعمليه السياسيه حتى نكون مؤهلين للانتخابات القادمه. طيب استاذ زهير، لما يتحدث ضيف الكريم السيد النائب معين الكاظمي حول المسارات السياسيه وهنالك اطراف بقيت متفرجه، وحضرتك قبل قليل يعني أشرت إلى أن هنالك أطراف هي لم تكتفي بدور المتفرج بل أخذت تحرض إعلاميا أو تفبرك إعلاميا. طيب هذا الدفع وهذا الزخم الإعلامي في الإعلام الأصفر إلى أين مؤداه وسط دعوات التهدئة؟
نعم، تحية لضيفك الكريم الأستاذ معين الكاظمي، حياكم الله. ألف تحية له. نعم، هذول طبعا شوف هم كانوا يدفعون يعني قبل عملية الاعتزال وقبل الدخول الخضراء واحتلال القصر الحكومي، كان هذا الإعلام يشتغل بهذا الاتجاه على أساس هذه ثورة شعب، ثورة الجياع، ثورة. وأنا أريد أقول لكل الإعلاميين خلي يسمعوني، وأنا اسمح لي الأستاذ معين، الثورات ما يقودوها المترفين، ما يقودوها للثورات ناس عندهم ديسكارات وعندهم سلاح وعندهم سلطة بالحكومة وعندهم وزراء وعندهم مدراء عامين وعندهم رئيس وزراء مثلا متعاون. يعني هاي الكلمات وهاي الثورات وما اعرف ايش مثل ثورة تشرين كما يسموها، وبالاخير ما لها قيادة. يعني حتى الثورة لها قائد، وانتم تعرفون الثورات يقوم بها ناس مظلومين، ناس هم من العدم يعني، وتتطور العملية بهذا الاتجاه. اما واحد مترف يقوم بثورة هاي صعبة جدا، ما حد يصدق على هاي الامور. المهم هذول هذا الإعلام الأصفر كما سميته، هم معدودين بالأصابع طبعا. هذول تضرروا يعني عملية الاعتزال فاجأتهم بصراحة. هم كانوا يثقفون، وانت تعرف فيديوهات السوشيال ميديا شفناها كلها، روحوا جيبوا للمالكي، روحوا جيبوا فلان، يعني كان هناك دفع باتجاه خلق انقلاب على العملية السياسية يعني. ولكن أنا ما أريد أثير هذا الموضوع لأن إحنا قلنا نريد نهدي. تمام. ولكن هؤلاء هذا الإعلام الأصفر اعتبروا نفسهم يعني أشو واحد يعني يفشل، فشلوا في كل ما قاموا به من هذا التثقيف. الآن عليش يبحثون مثلا؟ شوف أنت تنتبه يعني هاي اليوتيوب وهذول القنوات الأخرى يتحدثون عن بيانات زعماء الإطار. أريد أفهم شنو الاستفزاز بهذه البيانات، مثلا بيان الحكيم، بيان الخزعلي، بيان السيد المالكي، شنو الكلمات المستفزة اللي بيها؟ أريد أشوف جملة مستفزة، ماكو هاك شيء. المهم هم دا يقولون نروح للبرلمان، والبرلمان مو شرط ينتخب رئيس جمهورية وينتخب حكومة الآن، لي بعد الأربعين، احتراما لهذه الزيارة العظيمة واحتراما للزائرين. لكن ما هذا الموضوع، موضوع أكو فلتان بالحكومة، أكو فلتان أمني، والآن الكاظمي متهم بهذا الموضوع، موضوع الدخول إلى الخضراء واللي حصل وايد دماء برقبة من اللي راح. المهم ما نحن بهذا الموضوع على وجود البرلمان يرعب الحكومة، يرعب الوزارات اللي دا يصير بها نهب بالمال العام. وزير المالية استقال وقال هناك عصابات، البنك المركزي وصلت مبيعاته 290 مليون دولار بهذا الشهر، 5 مليارات مبيعات. وين البضائع اللي موجودة؟ ما هو اللي انعكس على الشعب من حياة اقتصادية ومن ترفات اقتصادي يا أخي؟ فالبرلمان وجوده ضروري الآن. ما هو الاستفزاز بعقد جلسة البرلمان؟ وين هذا؟ قضايا دستورية وقانونية يا أخي. ثانيا اللي أرجوه من القادة كلهم يسمعون كلامي، أنا رجل خبير بالدولة واشتغلت 22 سنة بدوائر الدولة. يا إخوان لا يجوز الاعتماد على تغريدات واحد وهمي. إحنا ما نسمع إلا من السيد مقتدى الله يحفظه، غيره ما نسمع منه. ألغوها الهائي، لا تسمعوها. نعم. ما بعدك واحد يمثل السيد مقتدى بعد إعلانه الاعتزال وغلقه لكل المؤسسات السياسية بالتيار الصدري. فنحن نعم. ما من الممكن أنه واحد هلامي يأثر علينا ويخلينا طيب. نتراجع عن كثير من القرارات. نعم. يعني واحد وزير أستاذ زهير يعلن عن استقالة عزل رئيس الهيئة الحشد الشعبي. أنت بيان السيد مقتدى كان يمدح بالحشد الشعبي، يعني ما هاي المتناقضات نعم. يعني يجب احنا. انا اشكرك شكرا جزيلا السيد زهير الشلبي عضو ائتلاف دورة القانون، حدثنا عبر سكايب واثريت الحوار. تتطلب مقام معي سيادة النائب كي نتابع في الملف الاخر.
مشاهدي الأحبة وقوا معنا مجددا. حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت ترحابي بضيفي الكريمة سيد معين الكاظمي عضو تحالف فتح، حياك الله أستاذ معين الله. وكذلك انضم معي ضيفا كريما في الاستوديو الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي، حياك الله دكتور ضيفا كريما. أستاذ معين، نبدأ مع حضرتك، تتحدث اليوم عن موضوع من المعلوم بأنه موضوع الاقتصاد في السياسات الدولية، الاقتصاد هو الذي يحدد السياسة، بينما في العراق يبدو أنه الأمر بالعكس، أصبحت السياسة هي تحدد الاقتصاد، ويا ريت أنه الاقتصاد يعني يصل إلى جيب المواطن. نتحدث عن موضوعة مزاد العملة، لو نفتحه هذا الموضوع لربما ما يكفينا حلقة، لكنه نأخذ بلحاظ النظر، بدأت تطفح إلى السطح بعد استقالة الوزير علاوي الكثير من هذه المآسي، كيف تنظر إلى موضوعة مزاد العملة برأيك؟ طبعا مزاد العملة ليس بشيء الجديد، أكيد موروث من الفترة السابقة، ولكن تفاقم في عهد الكاظمي، وكان المفروض يعني بعد أحداث تشرين واستقالة حكومة الدكتور عادل عبد المهدي ومجيء حكومة الكاظمي أنه هاي حكومة إصلاحية والإصلاحيين يأيدوها، ولكن صار الوضع متفاقم أكثر فأكثر في قضية المزاد العملة ورفع سعر الدولار بشكل مفاجئ، وهناك جهات لديها معرفة بالموضوع واشترت مليارات الدولارات لتستفيد من فرق العملة. واليوم هذه الأرقام اللي تظهر بخصوص البيع هذه الكميات الهائلة بأسعار مثلا بالمليارات، فيها يعني مبالغ كبيرة، لذلك اليوم هناك يعني إشارات حول فساد هذه أجهزة الحكومة الحالية، وهكذا بجوانب أخرى، ليس هذا موضوع بوابة عشتار شي يسموه هذا زين الذي 600 مليون دولار لازم يعني الغرامة، وتنازلوا عن هاي الغرامة لأنه انفضح الموضوع، مما يؤسف له من يدعون الإصلاح يؤيدون هذه الحكومة ولا يعترضون عليها ولا يغردون عليها ويدعون الإصلاح ومكافحة الفساد، وهذه الحكومة أفسدت حتى الوزارات، وزارات أمنية مع الأسف وصلها هذا الفساد. لذلك هذا الموضوع مفروض بمجلس النواب ينعقد ويستجوب الجهات المعنية، تعال تابو البنك المركزي شنو التصرف هذا ايش دسوا، هذا يعني الإصرار على تعطيل مجلس النواب هو لتمرير قانون الأمن الغذائي، ما ندري هاي 30 تريليون شلون تنصرف. وهكذا بالنسبة لنافذة العملة وأمور كثيرة أخرى يحتاج لها متابعة وجدية، حتى العقود اللي والاتفاقات هذه، اتفاق مشروع الشام الجديد بدلا من اتفاق مع الصين وإمكانياتها تروح مع مصر، مصر تسوي لنا بنية تحتية للبلد، وهكذا يعني موضوع الخط البصرة عقبة 28 مليار دولار، والوزير يقول 8 مليار وال 28 لازم نقترضها من البنك الدولي وتبقى أجيالنا القادمة يدفعون هذه مع أرباحها، هذه خيانة بمصلحة البلد. نعم، بهيش حالة لازم نسأل الخبراء الماليين والاقتصاديين، حياك الله دكتور صفوان مجددا. هسه إذا لم تعرض هذه النتائج على مجلس النواب لعدم انعقاد جلساته، بالتأكيد يعني جنابكم كمتخصصين تقاطعون المعلومات وراح تعرفون الفروقات وتحددوها بالضبط، يعني لما يكون هنالك مليار و292 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة الأسبوع الماضي، وحسب طريقة الجمارك ايش قد ممكن يعود على العراق من جمارك، هل هذه وضرائب أيضا، التقرير اللي مقدم لعام 2021 من التعرفة الجمركية اللي تم استحصالها لربما هي 18.7% فقط من المبالغ المحولة إلى الخارج، هذه الأرقام شلون نقدر نترجمها إلى معلومات يستفيد منها المواطن ويعرف كمية الهدر؟ نعم طبعا، بداية أرحب حضرتك وبالمشاهدين الأعزاء والضيف العزيز، حياكم. طبعا هناك يعني تخويل من قبل البرلمان العراقي للأسف يعني منذ سنوات لبيع الدولار من قبل وزارة المالية إلى البنك المركزي بفارق رسمي مقدار 10 دينار للدولار الواحد، وكذلك من البنك المركزي إلى المصارف
العراقية العامة والخاصة أيضا بعشرة دينار. هذه العشرة دينار الحقيقة العمولة تشكل عندما نبيع يعني اليوم 240 مليون دولار، بمعنى أن تقوم بعملية نقل أرباح بما لا يقل عن 5 مليار دينار يوميا لهاتين الجهتين، فهذا الرقم عالي بتقديري. علينا أن نحتسب تكلفة عملية التحويل المالي، لأن هذا عبارة عن أرباح تذهب بالتأكيد ليست في يعني لا تنسجم مع التكلفة. كذلك عملية يعني ربط الاقتصاد العراقي بالدولار الأمريكي بعد 2003 فرضت قيود على الاقتصاد العراقي، لأن الاقتصاد العراقي حاليا لا يستطيع أن ينقل الأموال خارج العراق بدون الإذعان إلى متطلبات الخزانة الأمريكية. البنك المركزي حاول بالفترات السابقة إصدار مجموعة من التعليمات للامتثال ولمراقبة غسيل الأموال، لكن الموضوع لا يزال هناك أموال تخرج من العراق دون أن تأتي سلع بنفس القيمة. طيب. بدليل أننا الفارق يعني كبير يعني بين الخارج الأموال الخارجة والسلع القادمة إلى العراق. نعم طبعا هذا الفرق يعود إلى عدم اعتماد نظام الاعتمادات المستندية وفقط، يعني لا تزال هناك حوالات تذهب. نظام الاعتمادات المستندية يعني طبعا من خلال كبريات المصارف وليس مصارف تقوم ب يعني المتاجرة بالدولار العراقي مرة ثانية بعد أن يتحول إلى الخارج، وأن نربط الحركة المادية بالحركة المالية. يعني عندما يكون هناك اعتماد مستندي مفتوح لأغراض الاستيراد التجاري من ضمن شركات رصينة مفحوصة من قبل وزارة التجارة، موضوع يعني له عدة أبعاد. وزارة التجارة هي التي تمنح إجازة الاستيراد لبعض التجار الذين يعني لا يقومون بأصلا بعملية الاستيراد وإنما عملية المضاربات بالعملة. حاليا القلق السياسي الذي انعكس بالشارع العراقي ورغبة التجار في تعويض النقص الحاصل في المخزون نتيجة قلق الأفراد وتحويلهم الكثير من المبالغ لأغراض الاستيراد خاصة المواد الغذائية انعكس على الطلب على الدولار. يعني على الرغم من العراق يمتلك قدرات مالية في مثل هذه التحويلات، يعني يوميا إيرادات العراق الدولارية قد تقترب من 400 مليون دولار، لكن نحن نأمل أن الدولار الذي يكون هو عبارة عن دولار مباع أن تأتي مقابلة تكنولوجيا، مقابلة يعني معرفة لكي ننهض بالاقتصاد العراقي. لكن عدم تتبع أين يذهب هذا الدولار، يعني كان يفترض أن يكون لدينا دراسة معمقة للدولار المحول. طيب. هل هو دولار استهلاكي؟ احنا مرة نحكي عن دراسة ومرة نحكي عن دور رقابي لمجلس النواب، سيادة النائب، يعني النواب وصفوا هذا المزاد بأنه يمارس دور تخريبي فيما يعني بين مجموعة النواب، بينوا أن مجموعة من التجار يستحوذون على حصة الأسد من مبيعات الدولار وتحقيق أرباح جنونية على حساب الشعب العراقي، بالتالي لغاية الآن لم تمارس أي عملية رقابة، بل الإصلاح المنشود لم يمارس، وماكو أيضا يعني لا التاجر هو حريص على العراق ولا الجهة الرقابية أيضا استطاعت أن تصل إلى نتيجة في هذا المجال. مثل ما تدري عن مجلس النواب اللي تمخض عن 10/10/21 وبدت جلساته وعمله يجوز بشهر الثاني 2022 أو شهر الأول، كان مهيمن عليه من قبل كتلة كبيرة، وهذه الكتلة تدعي الإصلاح ولكن لم تمارس هذا الدور في استدعاء البنك المركزي أو وزارة المالية وغيرها. وعندما استقالوا من مجلس النواب وتم استبدالهم وأراد المجلس الجديد أن يمارس دوره، بدأ عمل تعطيل مجلس النواب واقتحامه وتأخيره لحد الآن. ولكن مفروض يعني بالأخوة أعضاء مجلس النواب أعتقد واجبهم، خصوصا لجان مثل اللجنة المالية الآن عندها الفعالية، أنه عملهم مو مختصر داخل هذا تحت قبة برلمان، يعني بالإمكان، وصار عندهم زيارة لوزارة المالية وزارة الكهرباء، يعني اللجان المنبثقة من مجلس النواب يجب أن تمارس دورها بشكل طبيعي في متابعة مفاصل الدولة، تقديم الاقتراحات وغيرها، والتواصل
مع المفاصل مهمة بالدولة، إلى جانب العمل الآخر اللي مارسوه حاليا أعضاء مجلس النواب في الخدمات المحلية، وكأنما عضو مجلس بلدي يتابع الخدمات في الدائرة المحدودة التي انتخبته. هذا عمل يعني مقدس، ليس أن لا يعني أختصره أو أستصغر هذا العمل، ولكن العمل الأهم هو هاي المليارات ومتابعتها، ال 30 تريليون مال القانون الأمن الغذائي شلون يصير صرفها، الأمور الأخرى حتى الموازنة المفروض من الآن نبدي وبالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط بوضع موازنة 2023 والمبادرات أو المشاريع المهمة، هل يتم يعني تضمين موازنة 2023 عقد اتفاقية مع سيمنز الألمانية ل 14000 ميجا كهرباء بتوربينات متطورة بسباع 7 أو 8 مليار دولار كما جرى في مصر وحلت مشكلة الطاقة لديهم؟ هذه وغيرها من مشاريع مهمة. أنا أدعو الأخوة في أعضاء مجلس النواب، صحيح الآن هذه الأزمة الموجودة، المشاكل حتى المضايقات والتهديدات ما شاء الله مستمرة، فهذه لا تمنع من ممارسة الدور. صحيح يعني لو كان عمل مجلس النواب بشكل طبيعي وكرساء رئاسة جادة ونائب أول ونائب ثاني ويتابعون عمل اللجان ويوفروا لهم مستلزماتهم، كتب رسمية إلى الجهات المعنية للوزارات، يعني مو بالمجاملات نروح ندخل إلى الوزارة ونحدد موعد ونتفاهم، بحيث يعني مجلس النواب يصير إلى هذا الدور. ولكن أنا أعتقد بهذه الرئاسة الموجودة التي لم تدافع عن كرامة مجلس النواب واستباحته ولو بكلمة، لا أعتقد منه خير يعني بأن يكون هذه الجدية في متابعة مفاصل الدولة وتحريك اللجان التخصصية داخل مجلس النواب. إذا ماكو جدية وماكو فاعلية دكتور صفوان، إلى من نلتجئ؟ يعني وزير مالية مستقيل، وزير بالوكالة، بالتالي أنه خلنا نأخذ تجربة نافذة بيع العملة، هي سارية في الدول المجاورة، في الدول الأخرى لو هاي بس عندنا بالعراق، وإذا كان هنالك على سبيل المثال إيقاف لما أكو إحساس بهدر المال العام عن طريق نافذة بيع العملة، ليش ما نوقف هذه النافذة؟ شنو الضير؟ المانع القانوني أو الاقتصادي؟ قال باعتقادي السلاح الموجود لدى البرلمان العراقي هو ديوان الرقابة المالية. نعم. يعني ديوان الرقابة المالية مرتبط بشكل مباشر بالبرلمان العراقي ولديه كفاءات فنية. نعم. تخصصية، يستطيع البرلمان تكليف الديوان لفحص أي ملف يشوبه فساد، فحص تفصيلي ورفع النتائج مباشرة إلى النزاهة بدون المرور بالمجاملات السياسية والاستجواب وغيرها من الأمور التي تضعف من قدرة البرلمان على المواجهة. موضوع الإيقاف نافذة بيع العملة، حقيقة الاقتصاد العراقي كان اقتصاد اشتراكي، عندما تحول اقتصاد حر اقترحت نافذة بيع العملة لفترة مؤقتة على اعتبار أن القطاع الخاص النظامي حاليا وسابقا لا يمتلك القدرة على الحصول على العملة الصعبة نتيجة المتاجرة، ولغاية الآن العراق يعني لا يحصل على العملة الصعبة إلا من إيرادات وزارة المالية، يعني لا توجد لدينا اقتصاد حر بحيث فعلا نكون أمام مزاد للعملة، عملة تأتي من الخارج عن طريق التصدير تطرح في هذا المزاد والتجار الذين يستوردون يتنافسون في الحصول عليها. لغاية الآن نحن أمام نافذة لبيع العملة، مصر سبقتنا بهذا الاتجاه، لديها الآن عملة حرة، لكن الاقتصاد العراقي عندما يكون اقتصاد متنوع ولدينا تعاملات مع عملات مختلفة حاليا، يعني مثلا المملكة العربية السعودية، دول الخليج التجأت إلى تحويل عملاتها والاستثمار باليوان الصيني، الباوند الاسترليني. حاليا اقتصاد العراقي، نعم الدولار الامريكي قوي عالميا، لكن عمليه ان نكون ضمن سله عملات ونسمح للتجار بالتصدير لكي يكون لدينا ايراد من عملات صعبه ليس من خلال وزاره الماليه، عندها يكون هناك امكانيه للتوقف في نافذه بيع العمله. دكتور طرحت موضوع مهم جدا وأوجهه أمام أنظار السيد معين الكاظمي، لما يقترح الدكتور صفوان قصي باعتباره أكاديميا وخبيرا اقتصاديا وماليا،
أن على سبيل المثال تكلف اللجنة المالية البرلمانية ديوان الرقابة المالية بشكل رسمي، ما لازم ينعقد مجلس النواب، تكلفه بشكل رسمي حتى يتابع هذا الملف على أقل تقدير، فقط ملف يعني نفذة العملة، بيع العملة. طبعا هذا يعني اقتراح جيد، وأنا ولو لحد الآن الاستبدال اللي صار يعني ما توزعوا على اللجان بشكل رسمي، الأخوة السبعين اللي استبدلوا أو 65، وأنا رغبتي أنه أشتغل على اللجنة المالية لأهميتها. والمفروض الأخوة في اللجنة المالية صار عندهم اجتماعات، اجتماعين أو ثلاثة. فهذا الجانب أنه ديوان الرقابة المالية باعتباره مرتبط بمجلس النواب وهو مسؤول عن متابعة الصرف ويعني الحركة المالية بمختلف جوانبها في الدولة، ممكن التنسيق وياه. ولو أنا يعني عندي معلومات من داخل ديوان الرقابة، هناك محاولات لتغيير بعض الموظفين بحيث يكونون منسجمين مع الصرف الحاصل حتى لا يعترضوا على ما يجري لقانون الأمن الغذائي وغيره، وهذا يعني ما وصلنا من معلومات من داخل. فلذلك المفروض يعني يصير تعاون جدي مع ديوان الرقابة والتعرف على تفاصيل ما يجري، وهذا شيء مهم وأساسي من قبل اللجنة المالية واللجان الأخرى. خارج اللجنة أو داخل اللجنة، حضرتك نائب في البرلمان العراقي، ويا ريت تتبنى الفكرة أو الطرح اللي طرحها الدكتور صفوان. إن شاء الله نتابعها. أشكرك شكرا جزيلا السيد معين الكاظمي النائب عن تحالف الفتح، أثريت الحوار، وشكري الكثير لحضرتك الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي، شكرا جزيلا لهذه الإثراءات المعرفية والاقتصادية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.